نجا من الموت في اليمن، وحكومة زيمبابوي حاولت اعتقاله ودرب في 20 دولة. دي قصة توم سانتيفيت، مدرب جامبيا. جزر الفارو، هولندا، قطر، ألمانيا، فنلندا، ناميبيا، زيمبابوي، الأردن، إثيوبيا، تنزانيا، اليمن، ملاوي، جنوب إفريقيا، توغو، بنغلاديش، ترينداد وتوباغو، مالطا، جامبيا، كلها دول درب فيها توم. سبب تأقلمه في التدريب في كل الدول دي هي قدرته على التحدث بمختلف اللغات زي الإنجليزية والفرنسية والألمانية والهولندية. لما كان توم بيدرب توجو، دخل في خناقة كبيرة مع نجم وقائد المنتخب إيمانويل أديبايور. وسبب الخناقة إن أديبايور دخل التدريب بموتوسيكل. العناد خلى توم يبعده عن مباراة هامة لمنتخب توجو حتى التزم أديبايور. ولما تولى قيادة زيمبابوي، كانت الحكومة هتعتقله بسبب عدم حصوله على تصريح العمل. واضطر توم للهرب ليلاً عبر الحدود مع بوتسوانا ونجا من الاعتقال. المغامرات استمرت مع المدرب البلجيكي حتى تولى قيادة اليمن. عندما ذهب لتدريب منتخب اليمن أثناء الحرب الأهلية، طلبت منه السفارة البلجيكية الإقامة في فندق، لكن اتحاد الكرة أخبروا أن هذا الفندق قد يكون هدفاً لهجوم صاروخي. كل الخبرات دي أفادت توم في مسيرته، وصنعت المدرب الذي هو عليه الآن ليستقر بجامبيا في آخر 3 سنوات ونصف. جامبيا دولة صغيرة جداً، تعدادها 2 مليون نسمة، وكمساحة هي أصغر حتى من إسواتيني وليسوتو. هي دولة فقيرة نسبياً، لكنها عاشقة لكرة القدم. بين 2008 و 2018 لمدة 10 أو 11 سنة مر على جامبيا 5 مدربين، وكلهم سوا فازوا ب9 مباريات فقط. دلوقتي وخلال 9 سنوات مع توم، فازوا ب11 مباراة أمام منتخبات أقوى. جامبيا عندها الكثير من اللاعبين الشباب: موسى بارو لاعب بولونيا، إبريما درابو لاعب روما، وكذلك إبريما كولي لاعب سبيتسيا. مواهب تبشر بمستقبل باهر للكرة الجامبية. هتلعب جامبيا في أمم إفريقيا في الكاميرون في المجموعة السادسة مع تونس وموريتانيا ومالي، وربما تكون في المتناول أو تكون صعبة في مشاركتهم الأولى. وتستهدف جامبيا التأهل لمونديال 2026 بعد اكتساب خبرة المشاركة في أمم إفريقيا ومحاولة التأهل لنسختي 2023 و2025. لكن في 2026 كأس العالم هيضم 9 دول إفريقية، وهذا يجعل المهمة أسهل بعض الشيء. فهل يستمر توم مع جامبيا حتى عام 2026؟